سيداتي أوانيسي سادتي عمتم مساء أطابت أوقاتكم. ها هي قناة بن عبد القادر. عبد القادر دائما تصول وتجول. اليوم حطينا الرحال بمدينة مستغانم، هذه المدينة الجوهرة وين يعني استقبلنا الحاج عيسى بهذه الخيمة المتواضعة وين لدينا ضيوف الكرام اللي حضروا معنا اليوم. رايح نقوم بدردشة عن أجواء رمضان بهذه المدينة. إليكم الأخ. كيف اسمك الأخ؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في ولاية مستغانم. تفضل. معك الأخ مصطفى غالمية. مصطفى غالمية. من ولاية مستغانم. نحن ضيوف عندكم. بارك الله. أنتم ضيوف عنا في الولاية. الولاية. بارك الله فيك. أهلا وسهلا بكم. الله ينورك. وتفضل الكلمة لك سيدي. الأخ غالمية، يعني هذا غالمية شا يخدم؟ غالمية أمين عام بكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة مستغانم. الله يبارك. الله يبارك. ما شاء الله. غالمية يعني يتكلم لنا يعني على أجواء رمضان بمدينة مستغانم. احنا نعرفوا رمضان الكريم يعني كل ولاية تختص بأجواء. ما يخفاكش أنه مدينة مستغانم مدينة الثقافة ومدينة الشعر ومدينة مدينة الشعر الملحون ومدينة الشعبي ومدينة، بالتالي أجواء رمضان هي أجواء ثقافية بامتياز. إنه الناس بعد صلاة التراويح غالبا ما يجتمعوا كل يعني مجموعة في مكان، الأهل والأقارب، الأصدقاء والأحبة، أهل الثقافة، أهل الشعر، كل واحد وين يجتمع في المكان اللي يساعده باش يحيوا تلك الجلسات الرمضانية. ينجم الأخ يعني بعض المحاولات يعني وين يروح تمشي للبحر تمشي؟ لا، احنا في الغالب انه بعد صلاة التراويح نجوا على مستوى هذا الخيمة. هذا الخيمة أنا يعني متعودين نشربوا أتيات. الله يبارك. بالكوكا والشامية وراك عارف المقبلات تاعها. والله يعني ورانا مستمعين ندردشوا على أحوال رمضانية واليومية. الله يبارك. الله يبارك فيك. بعد ما تكلمنا مع الأخ غالمية وعطانا بعض يعني التوضيحات على يعني المسير نتاعو يعني المهني وكذلك الأجواء ولاية مستغانم. أنت نقل مع بيميني الأخ، اسمك؟ معك الأخ مختار سلمي. مختار سلمي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على أشرف المرسلين. بدأ دي بيت أن نرحب بكم في ولايتكم ولاية مستغانم. منذ إطلالة الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك اعتدنا السهر تحت هذه الخيمة المباركة، الخيمة التي تعبر عن الأصالة ويعني عراقة الثقافة الجزائرية وامتدادها، تعبر عن التزاوج بين الولاية الساحلية والولاية الجنوب الكبير. ووجدنا في هذه تحت هذه الخيمة الطمأنينة والراحة وواحد شعور جميل في ظل اجتماعنا يوميا بعد صلاة التراويح، نجتمع مع شلة من الأصدقاء والأحباب، نرتشف بعد خبايا هذه الخيمة، نرتشف مع بعض قليل من الشاي وندردش حول مواضيع عدة. والحمد لله أشرف رمضان على الرحيل، والحمد لله أمضينا أوقات ممتعة. الأخ ماذا يقول المشاهد الكريم يتبع هذه القناة؟ نتمنى إن شاء الله لهذه القناة الفتية إن شاء الله أن تكون لها مستقبل زاهر، وكذلك نتمنى أن يتقبل الله منا ومن جميع مشاهدين الصيام والقيام في هذا الشهر الفضيل، وأتمنى لهم عيد مبارك إن شاء الله ممتعين بالصحة والعافية إن شاء الله لكل مشاهدين هذه القناة إن شاء الله. والله لا كلمات معبرة وممتازة للغاية، يعني دوبلاك على كل حال. سيدتي أوانسي سادتي، بعد هذه الدردشة ولو قليلة جدا، الآن نميل أو نمد الميكروفون إلى الأخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. دائما في شهر رمضان نأتي دائما بعد صلاة التراويح مع زملائي، ولات عندنا عادة جميلة، دائما نجو وتعجبنا الحية. يعني الأخ يعني تعودتوا على هذه الخيمة؟
توعدنا دائما نخرجوا صلاه التراويح. الشيء اللي تبان لنا نجوا هذه الخيمه. اخ بشفتك يعني الشاب وتقطن بهذه المدينه، اي مدينه مشتغل من هذه الجوهره، يعني قول يعني قول كلمه لمحبي هذه القناه. ان شاء الله نتمنى الاستمراريه ان شاء الله والنجاح ومزيد من النجاحات والتألق ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك يا اخي الكريم. سيدتي أوانسي سادتي بهذه المناسبة العظيمة ونحن في شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا باليمن والبركات، وكذلك نقول لمشاهدي هذه القناة يعني عيدكم مبارك إن شاء الله باسمي وباسم هذه الجموع اللي حاضرة معنا وباسم هذا البرعم الصغير. كيف اسمك ولدي؟ إسلام. إسلام كيف؟ مصطفى. مصطفى تقرأ إسلام؟ واش من سنة؟ ثالثة. معدل شحال جبت لنا إسلام؟ سبعة. سبعة الله يبارك. واش من المادة تبغيها أنت إسلام؟ فرنسي. تبغي المادة اللغة الفرنسية. واش تتمنى إن شاء الله تجي إسلام؟ بيلوت. بيلوت. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله ربي ينورك إن شاء الله يفتح لك. سيدتي أوانسي سادتي بهذه المناسبة الكريمة إن شاء الله نتمنى لكم أن تكونوا في صحة جيدة مباركة، وأعادوا علينا هذا الشهر المبارك باليمن والخير والبركات. بهذه المناسبة وباسم حضور للإخوة اللي حضروا معنا في هذه الخيمة الصحراوية الأصيلة للحاج عيسى، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا بكيت البكوي شيب حتى الغراب لله سولوني مني. والناس كلها في حلو.